جهز باستا اليوم بالكريمة والدجاج والذرة، تمام؟ راح أضفنا هون مكعب من الزبدة. استخدمت اليوم من الأكلات، يعني أحيانا الواحد بيكون مستعجل، استخدمت شيش طاووق جاهز، تمام؟ قطعته هالشكل مربعات صغيرة، هذا للموظفات اللي مثلا بيكون عندهم مشوار، بيجوا بدهم يعملوا أكل على السريع ما بيلحقوا يطلعوا الزجاج، تمام؟ هلا راح أذوب الزبدة وراح أنزل الدجاج المربعات. عم بسلق الباستا على جنب. طبعا هذا الشيش طاووق يتبل وجاهز، ما راح أتبله. والباستا عم تنسلق معي، بس أضفت لها مي وملح. على ما يتغير لون الدجاج راح اضيف، انا هون مقطعه بصله مفرومه بس قطعتها على المقشين عشان ايش تكون ناعمه وفليفل، عشان الاولاد ما يقعدوا يتقلنكوا من البصل. الدجاج مع الزبده حلوه. نزل ورق كاري، كم ورق هيك يعطي نكهه كثير طيبه. طبعا هذا ورق الكاري اخضر، ينباع عندنا للي مش من الكويت ينباع بهالطريقه ورق اخضر. والبصل، الباستا حطيتها بالمصفاية وحطيت عليها مي بارده، نقلبهم شوي. ربع معلقه صغيره من ثوم بودرة هون ذره، طبعا هاي اختياري اللي بحب يضيفها. من الملح، وراح اضيف شوي حليب، تقريبا كوب حليب سائل، تمام. وراح اضيف كوب حليب كريمة طبخ، بسم الله، نفس الشيء كوب، واخليهم يطبخوا مع بعض. وراح اضيف كمان المكون الاخير لحتى يعطينا اللون البينك، راح اضيف معجون طماطم تقريبا، خلينا نقول معلقه كبيره. لو احتاجت كمان كريمه وحليب بتضيفوا لها، بس خلينا نشوفها لما تتقل وتغلي مع بعضها. ما بدها كثير اضافات ولا بهارات لانها بالكريمه. هاي الكريمه شوفوا، راح انزل الباستا. ما في اسهل من هيك، صح؟ ونحركها، نحركها ونوزع. كمان كوب حليب، معجون طماطم معلقه كبيره، يعني خلينا نقول اضفنا باكيت الا ربع معجون طماطم لحتى يعطينا اللون البينك. انا حباها شويه على لون بينك، مش على احمر ولا على ابيض، يعني من باب التغيير. ومعروف البينك باستا. كوب الباستا في البايت، بسم الله. اوكي، وبعدين راح اضيف عليها جبن موزاريلا، بس لا ما راح اضيفها مره موزاريلا، حضيف شيدر عشان يدعم لي اللون، لاني لو ضفت موزاريلا حيعطيني اللون الابيض وانا ما بدي ابيض. راح اضيف شيدر وادخلها الفرن تتحمر. تردوها هيك، اضيفوا جبنه موزاريلا. هيك جهزت معنا على التحمير. هيك جهزت معنا البينك باستا، هاي هي طالعة معنا شوية على اورانج، من طبعا من جبن الشيدر.